بعدين الآية الأخيرة 61 ليس على الأعمى حرج. شوف سبحان الله رب اسمه ذكرهم بأسمائهم أصحاب الأعذار. تلقى واحد أعمى، تلقى واحد أعرج، لي زونديكابي وكذا، إيه مشاهو، تلقى لي زونديكابي هذو عندهم الإعاقة، الميزيريا الكبيرة يلقاوها في الدار، هاو في الدار مع لا فامي فاميليا، مسكين يقولهم ديوني الجامع، واش بيه الجامع هذا وكذا، جيبوا لي دواء بزاف عليك دواء، جيبوا لي الماكلة بزاف، صبحت وبعدين مسكين يولي هذاك اللي عنده الإعاقة يقول يا ربي أعطيني الموت، خطر عبء ولا ثقيل. إذا كان أسرة ما قامتش به واش نقولوا المجتمع؟ جاب ربي هذه ميزان الأسرة تواشلت، ما إلا تواشلت سانا معذور داي ضموضين يرزو ضاريس نغي ذا ذرغال كذا إلى آخره. وإذا قارنا سنس مسلية ما كان ذي حلفو باللي يغال تساعكم في الدخان يثاميلت مي سوثر مسكين أنو غال سنزازاي بزاف الله ويجرحي سوال اش حالك جرح سوال يرنا هذاك الانسان كي كان بصحته كان خدام كي مرض مسكين ولا نساو كاع الخير نتاعو الدنيا مع الوقف. وربي يقول في القران في سوره البقره الايه 237 ولا تنسوا الفضل بينكم هذوك الكبار باباك والوالده والاجداد كانوا يربيوا فيك ويتمنوا تكبر تولي صحيح ما شاء الله. وحنا ربما كاين من الناس اللي يتمنى باش يروحوا هذو الكبار يروحوا خلاص سي بون الدولة عليهم المهم يخليوا هذوك لي بونسيون هذوك ملاح هذوك ملاح بزاف بزاف ماشي شويه. اليوم استقبلت اون افير على 8 ونص تاع الصباح ان كونفلي سبا دراهم هذا منهج نبوي ما قلت والو كلشي مستوره كاين العبره. ولادها يقولوا العجوزه لا بونسيون لينا دم يقول لك العرق نتاع بابانا طبعا هذا حرام حرام كبير لا بونسيون تاع العجوزه لا بونسيون تمغارث ماشي مي دو سي بونسيون هذا الزين شون لو كان برك عطاو لهنا وكان مين با لهنا ما كانش ويدخلوا فيها ما تمديش لاختنا خاطر متزوجه ما تمديش وما تمديش ويبداو حسابات روح تخدم اخويا علاه ما تخدمش لا بونسيون تاع يماك تاع يما تاع يمانا كاع ما عندناش الحق هذا الشرع وحتى في القانون شرعا وقانونا دي فوا كابيتال دي سي يخرج يديروا عليه كير كابيتال دي سي ولا يقراوا في القانون قانون القوانين تاعنا تقول كابيتال ما معنى كابيتال دي سي ما عنده معنى علاه يولي 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 سبب المشكلات يحسبوه في غادي نثيك ولا الى محمد رسول الله اذري ميديك شم يتهدو ثيكمات يتصرزو ثواشولت ذي الساس. علاش قلت هذا الكلام فقط باش نفهموا باللي رساله اما عذور الى قضيت واشولت هذه سعو القيمه غادي سعو مازال اما السعد بقى ذي قد شنفو معذور في ساعه من اجر ذم قران ثواشولت اسعان ام عذور ذي قخام صفر حيث ربتي صفرح سبت ذاس ربسني في الخير وانتخر الاسره اللي عندهم واحد عنده اعاقه معوق يا سعدها تديري استثمار مع ربي في الحسنات ماشي هما اللي يرفضوه هو ربي سبحانه يقول ليس على الاعمى حرج ذرغال ما عندوش ولا على الاعرج حرج يعني ولا المعوق ويزمر يعني اعاقه حركيه ولا على المريض حرج اموضي ورفع عنهم الحرج وربي في كل ما يكررها ولا على انفسكم ذاك طبعا هناك المعنى الاول ان وكذاك ربي ما لا يؤاخذهم اذا ما التحقوش بالجهاد الغزو ما يأخذهمش ما عندهمش حرج انما ننصروا كما قال ورد في الحديث في معنى الحديث انما تنصرون بدعاء ضعفائكم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني غصب ضعيف ولكن يدعو ربي سبحانه وربي سكد النصر. وكذلك موضوع الحرج ربي ارفع لنا كاع الحرج كامه كامله الادله كثيره
ربي ند في سورة الحج الآية 78 وما جعل عليكم في الدين من حرج، وربي ند في سورة البقرة الآية 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وربي ند في سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أم بعد هذو الضعافة ربي قال يا اللي عنده الصحة حمد ربي على صحتك، ولكن ها رد بالك على هذاك المريض هذاك المعوق.